مشهد عسكري محتدم وحراك عسكري وسياسي، هكذا تبدو الصورة القادمة من محافظة شبوة. ففي المديريات الشمالية الغربية أحرزت قوات الجيش الوطني وقوات العمالقة التي وصلت مؤخراً إلى المحافظة تقدماً عسكرياً، واستعادت بعض المناطق جنوبية مديرية عسيلان عقب عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية قالت لقناة بلقيس إن الجيش وألوية العمالقة المدعومة إماراتياً تمكنا من تحرير منطقة حيد بن عقيل الاستراتيجية، فيما لا تزال المواجهات العنيفة في منطقة النقوب والمناطق المجاورة. هذا التقدم جاء عقب فرار ميليشيا الحوثي نحو مديرية بيحان العليا ووادي الخير، بعد أن قطع الجيش أهم خطوط إمدادهم الرئيسي في منطقة الصفراء والقريبة من مناطق الحدود الإدارية مع مديرية حريب مأرب. وبالتزامن مع المعارك على الأرض، استهدفت سلسلة من الضربات الجوية مواقع للحوثيين في مناطق المواجهات، الأمر الذي زاد من حجم الخسائر البشرية والمادية في أوساط صفوف الإنقلابيين. هذه المكاسب العسكرية تزامنت مع عودة قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً إلى مدينة عتق بعد عامين من مغادرتها على إثر الهزيمة التي تكبدتها من قبل القوات الحكومية، غير أن هذه العودة جاءت تحت اسم قوة دفاع شبوة. يظل المشهد ضبابياً مع تسارع الأحداث العسكرية والسياسية في شبوة التي يبدو أنها ستدخل مرحلة أكثر تعقيداً، ففي حين يرى مراقبون أن هذا كفيل بتحقيق تقدم ضد ميليشيا الحوثي، يخشى آخرون أن يكون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً أحكم سيطرته على المحافظة.